كنت الثانية والمأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات التعليق على الأربعين الفلسطينية. نصل بفضل الله تعالى إلى الحديثين الأخيرين. الحديث نبدأ بالحديث 39 ونثني بالحديث 40 بإذن الله رب العالمين. إذن مع الحديث 39 عنون له جامع هذه الأحاديث المباركات بقوله حفظه الله: الشجر والحجر يفضح اليهود في فلسطين. وهذا حق، وكم يعجبني هذا الحديث، وكم يعجب كل مؤمن لما فيه من هذه البشارات المباركة العظيمة، وخاصة في هذا الزمان الذي نعيشه في زمن الخذلان، والله تعالى المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد، قال: فإنه من شجر اليهود. أخرجه البخاري ومسلم. حديث عظيم جدا. إذن هذا الأمر سيكون لا محالة، وسيكون لا شك ولا ريب في هذا، وهذه بشارة عظيمة جدا منه عليه الصلاة والسلام لنا جميعا. قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فهذا من أشراط الساعة وسيقع بإذن الله تعالى، لا شك في هذا. راح يكون قتال كبير بين المسلمين واليهود. قال: فيقتلهم المسلمون، الحمد لله، يتغلبون عليهم، يسيطرون عليهم، حتى يختبئ اليهودي. ماذا يفعل اليهودي؟ واليهودي بأسلحته الفتاكة جبان، مليء بالخوف، مليء بالرعب، هذا معروف. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا أخبر القرآن العظيم، وبهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نراه في أيامنا هذه، خوف، جبن، خور، مع الأسلحة الفتاكة اللي عندهم من أقوى الجيوش في العالم، لكن خور عظيم، جبن عظيم. إيه والله. قال: حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر أو من وراء الشجر والحجر، يتخبى، يلقى شجرة، يتخبى، يلقى حجرة، يتخبى، فيقول الحجر أو الشجر. الله أكبر، الله تبارك وتعالى، كن على الحق واثبت على الحق، فسيؤيدك المولى تبارك وتعالى بما شاء وكيف شاء، بل قد يؤيدك سبحانه وتعالى بالجمادات، وستتكلم هذه الجمادات بإذن رب الأرض والسماوات. حجر، شجر يتكلموا: يا مسلم، يا عبد الله، انظر. الحجر والشجر ما يقولوش: يا فلسطيني، لا أبدا، يا عربي، يا مسلم، يا عبد الله. الإسلام والعبودية لله تبارك وتعالى، الإسلام والعبودية لله تبارك وتعالى. إذن يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. قال: إلا الغرقد، لا إله إلا الله، إلا الغرقد. والغرقد شجر معروف، وسبحان الله، اليهود مع أنهم يكذبون بديننا ويحاربون ديننا ويحاربون أتباع ديننا، غير أنهم يوقنون بمثل هذا ويعلمون أن هذا سيقع، ولذلك فإنهم الآن يغرسون هذا الشجر بكثرة، شجر الغرقد. شجر الغرقد، هذا شجر الغرقد ما يبيعهمش، ما يبيعونش ولا يبلغ عنهم. وسبحان الله، الآن كين شجر، نعم، وهذا سيكون كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الآن من البشر من أشبه شجر الغرقد، بل أقول ممن ينطق بألسنتنا، وممن يزعم أنه يدين بديننا، من بني جلدتنا، هو مثل الغرقد أو أشد، والعياذ بالله. إذن قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، والله المستعان. الحديث 40 وهو الحديث الأخير في هذه السلسلة المباركة، والمؤلف حفظه الله تعالى كان موفقا جدا حينما جعل هذا الحديث جعله آخر هذه الأحاديث. الشام أرض المحشر والمنشر، هكذا عنوان. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر،
وقد جاء في حديث ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام أفتنا في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر، ففيها يحشر الناس وفيها ينشرون وفيها يجمعون ويخرجون من قبورهم في آخر الزمان فيجمعون بأرض الشام، فهي أرض المحشر والمنشر. وسبحان الله، قال العلماء فأرض الشام فيها البداية وفيها النهاية، أرض الشام فيها الرسالات الأولى والنبوات الأنبياء الأول عليهم الصلاة والسلام، وفيها أيضا في النهاية هي أرض المحشر والمنشر، فمنها البداية إليها النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا الحديث أنهى المؤلف حفظه الله تعالى هذا الكتيب الجليل المبارك، وأنهى هذه الأربعين الطيبات المباركات. والمؤلف يحفظه الله تعالى الشيخ الدكتور الأستاذ المعلم المربي جهاد العايش يحفظه الله تبارك وتعالى، نشكره جزيل الشكر على هذا الجهد الطيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل كفة حسناته بهذا الإنجاز المبارك. وأنصح من يستمع إلى هذه الكلمات بأن يعكف على هذا الكتاب المبارك وعلى هذه الأحاديث الطيبة، وأن يحفظها وأن يحفظها لأهله وأن يشرحها في بيته. وقد ذكرنا شيئا مما امتن الله به علينا من المعلومات التي لها علاقة بشرح هذه الأحاديث المباركات، فنسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن ييسر أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، إنه خير مسؤول. بهذا نكون قد أنهينا هذه الأربعين، لكنني أعيدكم إن شاء الله تعالى أنه ستكون لنا حلقة أخيرة في هذه السلسلة المباركة بحول الله تبارك وتعالى وقوته، لها علاقة بهذه القضية العظيمة التي هي قضية الأقصى المبارك، وهي قضية بيت المقدس الشريف. نسأله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وشكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرى بنواحينا أرض بارك ربي فيها، أسرى المختار لها شرفا من مكة ليلا يأتيها.